ماذا أفعل إن كنت لا أسمع نغمة الطلب على هاتف الثابت؟ إذا لم يكن بإمكانك سماع نغمة الطلب على هاتفك الثابت عندما ترفع السماعة، بالرغم من أن هاتفك يبدو كأنه متصل بالشبكة عندما تحاول الاتصال به، يمكنك أن تجرب ما يلي. أولاً، تحقق من صحة توصيل الكيبل الهاتف بمقبس الحائط. إذا كان هناك أكثر من مقبس هاتف، جربه كلها بشكل منفصل. تأكد أيضاً أن الطرف الثاني من الكيبل موصول بشكل صحيح بقاعدة الهاتف. قم أيضاً بفصل الطرفين وأعد توصيلهما، خاصة إن كنت تحاول إعادة الاتصال بعد فترة انقطاع. وتفقد أيضاً صحة توصيل كيبل سماعة الهاتف، إذ أنها قد تنفصل أحياناً. هناك مفتاح تشغيل على قاعدة الهاتف، حدد مكانه وتأكد من أنه مضبوط على حالة التون وليس البلس. إذا لازلت غير قادر على سماع نغمة الطلب، اتصل بنا وسنعمل على حل المشكلة من أجلك. لمزيد من المعلومات أو للحصول على مساعدة أخرى، بإمكانك مراسلتنا على تويتر @dotweets أو قم بزيارة موقعنا على www.do.ae/support.